أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، شوفوا الخبر ده كده نتابعه مع بعض، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني إبريل يونيو لعام 2022، حيث تناول التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين، وهي نشاط الزراعة واستغلال الغابات، وأيضا تحول إليه 259 ألف مشتغل زيادة عن الربع السابق، يعني في ناس زادت أكتر وبقى في إقبال أكتر. نشاط النقل والتخزين وهو أيضا برقم 148 ألف مشتغل زيادة عن الربع السابق. نشاط الصناعات التحويلية وتحول إليه 70 ألف مشتغل بزيادة عن الربع السابق. فطبعا دي كلها أرقام، والأرقام ليها دلالات. يا ترى هذه الأرقام بتاخدنا لإيه؟ الأرقام بتاخدنا إلى أن احنا نتقدم، بأنه في حركة. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل. خبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور. يعني يمكن من الكلام اللي احنا سمعناه ده عن هذا التقرير برضو اطلعنا عليه وقلنا نسبة الزيادات عن الربع السابق، هل هي زيادات إيجابية؟ طبعا بكل تأكيد. خلينا نقول طبعا رغم الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، الدولة المصرية يا فندم بتكافح لخلق فرص عمل. تمام. والحمد لله نتيجتها واضحة بالأرقام، ان في زيادة في بعض من الأنشطة داخل الاقتصاد المصري بتزيد في كل ربع. الربع ده يعني كل 3 أشهر الدولة بتقيسه وبتعلنه للناس للعامة. تمام. وطبعا بنشوف ان في زيادة ملحوظة بنشاط الزراعة. نشاط الزراعة يا فندم ده الحمد لله الفضل لربنا ثم للقيادة السياسية، لما ابتدت تحافظ على الرقعة الزراعية وابتدت تخلق فرص عمل بزيادة الزراعة والصوب الزراعية والنشاط للزراعة، ابتدى يكون في توجه من أهالينا كلنا واليد العاملة انها تتجه لزيادة الزراعة. تمام. الرقم يا فندم خيالي، ده مش إلي تقريبا، أنا هقرب الرقم بعد إذن حضرتك، هنقول 260 ألف فرصة عمل زيادة في 3 شهور. ده بالنسبة لنا إنجاز. ليه؟ لأن إحنا الحمد لله سوق العمل لما بينفتح في الزراعة بيشغل وراه عدد من القطاعات زي قطاع للأسمدة، للنقل، طبعا دي كلها أسر منتجة بتبتدي تتوسع في حركة الزراعة. بنرجع لاقتصادنا الأساسي. الرقم الثاني وسائل النقل، تقريبا 148 ألف واحد زيادة، ده رقم برضو مش قليل عشان الناس ما تقولش طب إيه يعني ده أرقام. لا، الأرقام دي كبيرة جدا لما طبعا يكونوا في 3 أشهر الدولة بتحاول تخلق فرص عمل، زيادة في الإنتاجية، زيادة في الأمان لوسائل النقل. أعتقد ده نجاح كبير الحمد لله. يعني ويمكن كمان خلينا نضيف عند النقل تحديدا ان بقى عندك وسائل مواصلات حديثه، يعني التطوير في شبكه النقل ايضا، وسائل المواصلات الجديده اللي بتدخل الخدمه كل فتره برضو بتفتح نسبه كبيره للعمل، يعني بتقلل البطاله بتفتح نسبه اكبر للعمل. خلينا نقول يا فندم نشاط النقل الحمد لله ملحوظ، الفريق كامل الوزيري بيقوم بمجهود كبير جدا في زيادة الشرايين للدولة المصرية بالتوسع، سواء في الطرق، سواء في المواني، سواء في وسائل النقل الحديثة، سواء في النهاردة حركة النقل والأنفاق. كل ده النهاردة فندم بيدي أريحية للمجتمع المصري، بيحسن من زيادة الإنتاج. ما هو حضرتك الوقت ده إنتاج طبعا. كل ما بنوسع طبعاً الطرق النهاردة أكيد ده فبيقلل من مسافة الوقت اللي احنا بنتخذها، بيقلل من الهدر في المنتجات البترولية، بيزود من ساعات العمل، يعني زي ما بيقول كده بنوصل بأفضلية في زيادة الموارد للدولة وللأسر طبعا والأعمال التشغيلية اللي احنا بنتكلم عنها. الرقم طيب الأخير اللي حضرتك تفضلتي بيه 70 ألف وظيفة فندم في الصناعة. الرقم ده 70 ألف وظيفة، يعني لو قلنا بمنتهى البساطة أنا بدي تقريبي، في عندنا مصنع بياخد 1000 عامل، يعني فتحنا 70 مصنع جداد بينتجوا. طبعا انا الرقم ده مبالغ فيه، يكون في مصانع فيها 200، في مصانع فيها 50، في مصانع فيها اكثر من الاف.
ده طبعًا. كل يا فندم يعني النهارده يعني كمان خلينا برضو يعني دكتور مصطفى، الكلام اللي احنا بنقوله لما يكون عندك هذه الزياده في هذا الربع السنوي هي بتؤكد ان انت حركه العمل وحركه الاقتصاد ماشيه في مؤشر معقول ومتقدم بالنسبه للازمات العالميه. يعني برضو على الجانب الاخر احنا بنشوف الازمات العالميه في بطاله، في افلاس، في تقليص، في مشاكل كبيره جدا يعني. طبعا ما احنا مش بعاد عن العالم يا فندم، وخلينا طبعًا. نقول الدور اللي احنا بنقوم بيه دايما ان احنا نوعي الناس. الدوله بتقوم بمجهود، يبقى في دور على المجتمع كمان ان احنا نبحث عن مجهود. يعني ما تجيش كل واحد يقول لك اصل انا عايز اتعين بشهادتي. الدوله بتخلق فرص عمل النهارده في مساحات من التشغيل اللي هو للقطاع الخاص، فبتحاول تهيئ لك، مش هقول لك ان هي بتهيئ لك 100%، ولكن بتديك الرؤيه الواضحه امامك ان فرصه العمل ممكن تكون موجوده النهارده في الصناعه او في التجاره او في النقل او في المواصلات. مظبوط. السياسه دي يا فندم النهارده الحمد لله كلها بتصب في صالح الاقتصاد اللي مربوط طبعا بالاقتصاد العالمي. اتفضلي يا فندم. اكيد. انا عايزه برضو يعني وجود حضرتك معانا واحنا بنتابع ايضا خبر البنك المركزي ووجود قائم بالاعمال، فعايزين برضو نعرف، والنهارده كان في اجتماع مهم للسياسه الماليه النقديه، فبرضو اطلعنا على الاخبار. يعني تم في هذا الاجتماع اليوم بانه ما فيش يعني الحال كما هو عليه وما فيش اي زياده. برضو اطلعنا على أهمية محافظ البنك المركزي ودور محافظ البنك المركزي. طب خلينا الأول اسمحي لي من منبر حضرتك الكريم، ويعني خلينا نقول من القناة الأولى بنحيي ونهنئ الأستاذ حسن عبد الله، ده راجل مصرفي كبير جدا، خبرة طبعا. كبيرة، وانتقائه يا فندم النهارده في ظل الأحداث العالمية خاصة إن هو بيقوم بدور في غاية الأهمية في الاقتصاد هي السياسة النقدية، والبنك المركزي النهارده بيكافح فعلا ان ازاي يزود ويعمل قيمه مضافه للاقتصاد. تكليفه من فخامه الرئيس النهارده ب يعني متابعه السياسه النقديه يعني خلال الفتره القادمه، طبعا في تحديات، في ملفات كتير، في عدد من القضايا اعتقد المجتمع ورجال الاعمال في انتظارها. اول قرار النهارده اتخذه محافظ البنك المركزي بعد تكليفه تقريبا في حدود 4 ساعات تثبيت سعر الفايده. ده تمام. في غايه الاهميه برضو بنقرب للناس يعني ايه؟ يعني الاقتصاد عندنا الحمد لله في الفتره الراهنه يا فندم مستقر. تمام. انا هنا بس يهمني كمان ان المشاهد كمان يعرف ما هو دور محافظ البنك المركزي، يعني ما هو دوره؟ ما هو دوره في قياده البنك المركزي؟ وما هو دوره ايضا في مساله انه يبقى عندك موارد كثيرة تقدر ان انت يعني تحافظ بيها على الاقتصاد ويبقى عندك استثمارات كثيرة ويبقى في عملة كمان تدخل الى البلد؟ خلينا نقول يا فندم ان الاقتصاد ليه جناحين مهمين قوي. الجناح الاولاني اللي هو السياسة النقدية اللي بيقوم بيها السيد حسن عبد الله اللي هو مكلف او قائم باعمال محافظ البنك المركزي او تمام. البنك المركزي، والجناح الاخر اللي هو السياسة المالية وبيقوم بيها السيد وزير المالية اللي هو يعني وزارة المالية الدكتور محمد معيط. محافظ البنك المركزي يا فندم هو المشرف على كل البنوك داخل مصر، هو المكلف بتحديد اسعار الفايده، هو المكلف بتامين الاوضاع السياسه النقديه داخل مصر، هو اللي بيؤمن كل اموال المصريين في الجهاز المصرفي، بيحدد اسعار الفايده، بيحدد قيمه العمله والاحتياطي النقدي الاجنبي بمقاييس. يعني الاحتياطي اكيد حضرتك تعلمي جيدا بيبقى عباره عن سله من العملات وسلة أيضا من الأصول سواء الخارجية أو الداخلية. كمان بيشرف على أوضاع السياسة النقدية وتكلفات مع تعاملنا مع الجهات الخارجية البنوك والتعاملات في حركة التصدير والاستيراد وكيفية التشغيل. علشان كده النهاردة بعد لقاء الأستاذ حسن عبد الله مع فخامة الرئيس خرج قابل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة علشان يكون في تنسيق. البنك المركزي يا فندم وفق الدستور قياده مستقله، ده طبعا. راجل بيرسم سياسه غير قابله للتغيير، بيضع رؤيه للدوله المصريه خلال فتره معينه، بيقيس قد ايه اداء التشغيل وبيحاول يشجع الصناعه، بيعمل عدد من المبادرات ازاي يحفز الصناعه والتجاره والسياحه وايضا وسائل الهيكله الاقتصاديه داخل مصر. ليه دور مهم في التعاون أكيد. مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك العالمية. أعتقد القيادة السياسية أحسنت في اختيار الأستاذ حسن. ليه؟ لأنه هو مصرفي أيضا مثله مثل الأستاذ طارق عامر،
بنتمنى طبعا الاستاذ طارق عامر حياه سعيده وشغل جديد، وطبعا هو مستشار بفخامه الرئيس، ولكن القضيه النهارده ازاي نواجه التحديات العالميه يا فندم. احنا أكيد. نعلم جيدا يعني احنا كمان في مصر في فتره لابد ان احنا كل فتره لازم يكون لكل مقام مقال، يعني كل حد يقدر في هذه الفتره يقود شويه من السفينه لبر الامان زي ما بيقول. فاعتقد ان احنا هنبقى مطالبين طول الوقت للتجديد والتغيير علشان نقدر يعني نمشي في نفس الاتجاه اللي مصر بتتقدم فيه دائما. الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم كده سمعتوا برضو يعني قيادة جديدة في البنك المركزي، نتمنى ليه التوفيق القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وده كمان بيخلينا نطمئن بأنه القيادة السياسية دايما عليها عين بتتابع كل المواقع اللي تقدر تحط الاقتصاد المصري في منطقة آمنة قدر الاستطاعة، لأنه الأزمات العالمية كبيرة ونتابع دول كبيرة، تضخم في دول كبيرة عظيمة، دول اقتصادها كبير يعني دول مسنودة بشكل كبير. فطبعا أنت طول الوقت لازم القيادة السياسية عينها على كل مفاصل البلد، قد ما نقدر نتقدم ونتحسن ونعمل تطوير، وفي نفس الوقت يبقى في توازن ما بين الحياة اللي موجودة في مصر، ما بين الموازنة الحياتية لحياة المواطن كل يوم. أعتقد ده دور القيادة السياسية اللي بتحاول طول الوقت إن هي عينها على البلد، عينها على المواطن، وعينها على تقدم مصر طول الوقت.